رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختي سلام عليكم. أختي هذا شو اسمها هي؟ شو اسمها؟ سلمى. كم سنة مريضة هي؟ 20 سنة. شبي جن بداخلها؟ أيه. مرتين متزوجة طلقوها؟ أيه والله مرتين متزوجة وطلقوها. قال مجنونة. أيه. كم سنة صار؟ 20 سنة. أيه 20 سنة. الله أكبر. هي أختي سلمى اسمها. إن شاء الله تعالى. طيب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن شاء الله مرة ثانية نشوفكم إن شاء الله طيبان بإذن الله تعالى. وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله أكبر. هذا ثاني مرة جاي مني، كان هي 20 مرة مصاب بالمس الجني. هسه أختي سلمى فراسي شلونك؟ أختي العزيزة السلام عليكم. عليكم السلام. قبل 20 شهرين جبت يمي، شلون أختك كان؟ ولا كان تعبان في مرة. كان ياخذ إبرة. كان ياخذ إبرة مال شهرية ويقطع نعم. أيوة. لما جبت يمي رقينا عليه قرآن وضربنا بطن رجلها كتبنا علاج لها، تعيش شلون وضعتها؟ والله كل جديد. الله أكبر. أختي ارفع راسي، يلا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعال يمي أختي العزيزة، قل أنا تنزل أخرى. أختي قل قل ارفع أصابعك هيجي. عاد اسمك قبل اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اختي هسه مرتاحين، خش الاستاذ. وهذا هو معجزه القران. اختي طابت. اختي العزيزه نامت سلمى. سلمى بي صار من اخوج وخاي جورا شفاء ينام وما سبب هسه سلمى خان سابو سباز بخاي جورا. وصلى الله على سيدنا وعلى اله. اختي سلمى هيك تسوي بارك الله هيك تسوي بدك تسوي في البنكه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا مبارك تام يا رب. الله يبارك فيك.